كربلاء يا اجمل وطن، من عدم هذا الزمن انت الاميره. كربلاء كربلاء يا أجمل وطن، من عدم هذا الزمن أنت الأميرة. بعيون كل عاشق حلم، يا سماء وترابك نجم، وش قد كبيرة. قرآن الأرض يا أحلى جنة، بترابك لقيت شقد محنة. سميتك هوا يا عطش وانت ماي، والسماء تنعد آية من كتابك، والسماء تنزل تسجد بترابك، والسماء قالت انت قدسيه. الله للسجاد في شكواه، بعد الحسين تزايدت بلواه. بكت القيود على بكاه بعبرة، وعلى أبيه تقرحت عيناه. ومع السبايا فوق ضالعهم سرى، في محنة يحكي أليم نداه. ويصيح وغوثاه أين عشيرتي، والشتم في أهليه قد آذاه. قد كتفت فخر النساء حبالهم، وسلاسل الباغين في يمناه. هذه المآسي، هذه المآسي لم تزل مطبوعة في قلبه، والنوح ما أخفاه. يرثي الحسين بدمعه وحنينه، في الصبح ينحب والمساء ينعاه. بالسوم يقضي بعد ذلك غيلة، وبقتله إذ أجرمت أعداه. أثران في جسم العليل تورما، لطعامه المسكين أو سقياه. وبجيده عظ لجامعة العدا، منها الدماء تسيل وحزناه. ولباقر العلم الوصية أسندت، بثر البقيع هناك قد وراه. كربلاء يا أخت النجف، يا نهر غيرة وما نشف. ماكو مثيلة سوات ربيك من ضوى، انتي دوى المال دوى. تراويك دخيلة الباري لبسيك ثوب البراءة، يا تربة سجود الأنبياء. وتراب الغريب للعلة طبيب، للشفاء مختارك رب القدر، للشفاء ما
بالشفاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على قمر بني هاشم حامي خدور الفواطم مولانا أبي الفضل العباس ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على فخر المخدرات والعقائل مولاتنا السيدة زينب الكبرى عليها السلام. السلام على سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا وإياكم إخوتي أخواتي إن شاء الله من الساعين والمسارعين في قضاء حوائجه من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأمره والذابين عنه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نطل عليكم إن شاء الله عبر شاشة مجموعة قنوات كربلاء الفضائية وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج لو اختلف الموقف. طبعا إخوتي أخواتي أكيد ونحن في رحاب مولانا الإمام زين العابدين ونحن نعيش ذكرى مصابه واستشهاده روحي وأرواحنا جميعا لهم الفداء. نرفع أحر التعازي إلى مقام مولانا الحج صلوات الله وسلامه عليه، وهذه التعازي إلى مراجعنا العظام وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، إلى كل شيعي موال في مشارق الأرض ومغاربها. جعلنا الله وإياكم ممن يحيون شعائر الله في هذه الأيام. وأكيد ما يمر اليوم من هذه المصائب على قلب مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه كيف أنها تقرح قلبه، فأكيد دعاؤنا له روحي وأرواحنا جميعا لهم الفدا. اللهم احفظ صاحب العصر والزمان من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله، وأزل عنه كل هم وغم واربط على قلبه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر والسلامة والتأييد. في برنامج لو اختلف الموقف إخوتي أخواتي كما ننوه في بداية كل حلقة أننا هكذا نتوقف وقفات على الجذور التاريخية والفكرية لأحداث وقعت في واقعة الطف، يعني يوم العاشر وقبل يوم العاشر وما بعده. هكذا تكون بطرح أسئلة افتراضية، تكون هكذا عكسية لمجريات الأحداث، وحتى نخرج إن شاء الله بالنتائج التي تؤكد رصانة المواقف الحسينية التي تلقي وستلقي في المستقبل إلى يوم الحشر بظلالها الدينية الفكرية العقائدية علينا إن شاء الله كموالين لمحمد وآل محمد بإذن الله تعالى. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. طبعا أكيد وعندما نتحدث عن هذه الأمور كما تعلمون إخوتي أخواتي في الحلقات السابقة كان إن وقفات مع الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه والمواقف التي أحيطت به صراحة، ووصلنا إلى مواقف كثيرة حدثت أو اللقاء الذي جرى ما بين الحر الرياحي وما بين الإمام الحسين ومن معه روحي وأرواحنا جميعا لهم الفداء. ضمن تفاصيل كثيرة ذكرت اليوم إن شاء الله نختمها في حلقتنا لهذا الأسبوع بإذن الله. إذن ننوه على عنوانة حلقتنا لهذا اليوم. محور حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا هو لو أن الإمام الحسين عليه السلام امتنع من الذهاب مع الحر الرياحي رضوان الله تعالى عليه إلى أرض كربلاء المقدسة، كيف ستكون ملامح واقعة الطف؟ لو أن الإمام الحسين عليه السلام امتنع عن الذهاب مع الحر الرياحي رضوان الله تعالى عليه إلى أرض كربلاء المقدسة،
كيف ستكون ملامح واقعة الطف؟ هذا هو المحور العام في حلقتنا إن شاء الله، وحتكون إن شاء الله حنختم في حلقة هذا اليوم حديثنا عن الحر الرياحي رضوان الله تعالى عليه. بداية نرحب بالضيف الكريم والفاضل إن شاء الله، الباحث الإسلامي والأكاديمي سماحة الشيخ الدكتور خير الدين الهادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ، وأعظم الله لكم الأجر إن شاء الله. حياكم الله وعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام، كذلك في هذه المسيرة الحسينية المباركة التي ابتدأت من أيام محرم الحرام، ونحن الآن نساير ونشايع هذه الأيام إلى أربعينته عليه السلام. عليه السلام، نوفق جميعا بإذن الله تعالى لخدمة الإمام الحسين في هذه الأيام إن شاء الله. سماحة الشيخ، أكسب مع حضرتك وقت وأبدأ مباشرة. طبعا كما معلوم أن الحر الرياحي جعجع بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى أرض كربلاء، وكان قاطعا عليه الطريق ومنعه حتى من العودة إلى مدينة جده صلى الله عليه وآله. هذا يعني أن من أرسل الحر الرياحي رضوان الله تعالى عليه كان له هدف عسكري، وكان أيضا له تخطيط ميداني، يعني هو يعلم ما يريد حتى يضمن أنه قتل مولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعطيات أصبحت واضحة الآن، خصوصا ما نوهنا به على لسانكم في الحلقات السابقة. هنا مسألة مهمة نستشف منها السلوك العسكري والقتالي للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. دائما عندما نتحدث عن سيرة واقعة الطاف وما جرى من أحداث فيها، تذكر دائما هذه المفردة الشائعة، وهي أن الحر ابن يزيد الرياحي ومن معه من الفرسان قد جعجع بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومن معه أثناء اللقاء به. نود على لسانكم أن نتعرف على مفهوم أو القصد من هذه الكلمة أو من هذا الفعل جعجع بالإمام الحسين، ولماذا فعل ذلك، يعني ما هي العلة من هذا الأمر؟ تفضلوا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحسين عليه السلام في توجهه إلى العراق وإلى كربلاء تحديدا كان صاحب مشروع رسالي، وحينما توجه بحسب الدراسات عندنا كان هناك مؤشرات تاريخية كبيرة على وجهة الحسين عليه السلام، وإلى وصوله أو نحو وصوله إلى كربلاء المقدسة. جاء ذلك في قراءة عن الروايات المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسمي لنا أرض كربلاء، وكذلك فيما روي عن علي عليه السلام حينما جاء إلى العراق وفي معاركه المتواصلة في الصفين حينما وقف أيضا في كربلاء، أيضا ذكر كربلاء وذكر مصرع الفتية فيها، وهكذا على لسان الصالحين كسلمان وعمار وغيره. هناك عندنا مؤشرات كثيرة على أن وجهة الحسين ستكون إلى كربلاء، الوجه الإصلاحي للحسين عليه السلام ستكون إلى كربلاء المقدسة. حينما وصل الحسين عليه السلام مشارف الكوفة، وقيل أنه كان على مشارف مدينة القادسية متوجه إلى الكوفة، بدأ عبيد الله بن زياد بالتحرك العسكري نحو الحسين. في طريقه إلى كربلاء أو إلى الكوفة كان هناك محاولات كثيرة من أجل اغتيال الحسين عليه السلام، من أجل مثلا أن يضيق على الحسين عليه السلام في هذا المسير، لكن الحسين كان عازما على هذا الخروج بقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن كان مخيرا في هذا المجيء إلى كربلاء المقدسة. فانتدب النمير، الحسين والنمير ومعه 4000 فارس، أن يقف في القادسية لمنع الحسين عليه السلام من الدخول إلى الكوفة آنذاك، إلا أن يكون مستسلما لعبيد الله بن زياد في أن يأتي ويبايع عبيد الله بن زياد على أنه يبايع يزيد بن معاوية. مطلع جيش النمير كان بقيادة الحر بن يزيد الرياحي. الحر حينما وصل إلى الحسين يقال أنه كما في المؤشرات التاريخية أن اللقاء الأول بين الحسين عليه السلام وبين الحر كان في منطقة يقال لها حسم، وهي أيضا على بعد منزلين من الكوفة،
وقيل أنه في هذا اللقاء الأول قطعا هي الروايات متعددة والقراءات كثيرة والتاريخ مختلف تماما عما في قواعد الفيزياء والرياضيات، لأن هناك في الرياضيات مثلا قواعد ثابتة ومستقرة ونتائج واضحة أيضا، أما في قراءتنا للتاريخ فكما هو معلوم أن هناك عشرات من الروايات التلفيقية خاصة التي كتبت في أيام دولة بني العباس الذين كانوا يميلون إلى كتابة التاريخ بحسب ما يتوافق وما تشتهيه الحكومة السياسية آنذاك. فقطعا من كتب في ذلك التاريخ كله كان يحاول إرضاء دولة بني العباس، وخاصة فيما يتعلق بملحمة الحسين عليه السلام الخالدة. لذلك نقول هي واحدة من أشهر الروايات التي الآن تتداول بين محركات البحث وكذلك في أمهات الكتب، هي رواية الطبري الذي ينقل في كثير من ملاحظه هناك أيضا اعتبارات، هناك قصص هي أشبه ما تكون إلى الخيال. لكن ما يهمنا أيضا الآن هي ما نقل عن الحر في عليه السلام في لقائه بالحسين عليه السلام جعجع بالحسين. طبعا مصطلح جعجع أفاد منه الدارسون على هو مسألة التضييق، لأنه التضييق على الحسين عليه السلام في هذه المسيرة، يعني حصار سماحة الشيخ، الحصار أو التضييق بشكل عام على الحسين عليه السلام في هذه المسيرة. الحر حينما واجه الحسين كان أمام خيارات عدة، وأهون هذه الخيارات هو مسألة مسايرة الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأنه منع من أن يدخل الحسين إلى الكوفة إلا أن يكون مستسلما، والحسين لا يستسلم لأنه صاحب رسالة ومشروع. والخيار الثاني هو منعه من الرجوع إلى مكة، إلى إذا أراد حسين عليه السلام الرجوع إلى المكة بعد أن تبين له أو يتبين له مواقف القوم آنذاك أنهم انقلبوا على كتاباتهم أو على كتبهم أو على رسائلهم التي أرسلوها إلى الحسين، أقدم إلينا يا ابن رسول الله. وهذه الكتب التي وصلت في تعدادها إلى أكثر من 18,000 كتاب من أرض الكوفة إلى الحسين عليه السلام. الخيار الثالث هو ما وقع فعلا وهو مسايرة الحسين عليه السلام. ما يهمنا في هذا المجال أنه القراءة الأولى أنه الحر جعجع بالحسين، فرض عليه حصارا. الحصار من يانو، الحصار كان أنه أن أنزل الحسين كما في رسالة عبيد الله بن زياد إلى النمير وإلى الحر، أن ينزل الحسين عليه السلام في أرض صحراء لا في قرية لا ماء ولا كلاء ولا حصون. هذه كلها كانت من المؤشرات التي وردت بشكل واضح في رسالة عبيد الله بن زياد إلى الحر. لذلك في مطلع هذه الروايات تحدثت كثير منها على جعجعة الحر بالحسين عليه السلام وهو مسألة تضييق. لكن ما أيضا ما غاب عن أقلام الكتاب أن الحر كان ذات سجية. السجية هذه السجية يمكن أن يقال عنها أنها هي أقرب ما تكون إلى الطبيعة السليمة للفطرة الإنسانية. لذلك حينما قدم إلى حسم وفي لقائه الأول مع الحسين عليه السلام، الحر بادر الحسين عليه السلام بالسلام، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، وهذا لا يكتب عندنا كثيرا في الكتب. والحسين استقبله وقيل أنه سقاه وسقى أتباعه وسقى خيله ورشهم أيضا، وكانوا في عطش وكانوا في حاجة إلى الماء. لذلك مسألة التضييق على الحسين عليه السلام يمكن أن تقرأ اليوم قراءة ثانية أنه هي أهون الخيارات التي كانت بين يدي الحر آنذاك. لذلك قال الحسين عليه السلام أنه إذا ما كان هناك استسلام من الحسين، والحسين أبى الاستسلام عليه السلام، بل ينقل أنه رد الحسين الحر بكلمة كبيرة أنه ثكلتك أمك حينما دعاه إلى الاستسلام، وأجاب الحر، وهي إشارة ثانية إلى الطبيعة الطيبة في حر، أنه قال لو كان غيرك من العرب قالها لتعرضت إليه، وكيف لي السبيل وأنت أمك الزهراء وأمك فاطمة عليه السلام. فهنا تبدأ المرحلة الثانية، أن الحر طلب من الحسين عليه السلام، قال إذا أنت ياسر يا أبا عبد الله ونسايرك. فكانت المسيرة إلى كربلاء، وأنا أتوقع أنه هي واحدة من الكشف عن الإرادة الإلهية، لأن الحسين عليه السلام كان مقدرا له أن يكون في كربلاء، والروايات التي نقلت عنه عليه السلام واضحة أنه شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا، وحديثه المستمر
عن كربلاء وعن واقعة كربلاء. أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا إن شاء الله الحديث مستمر مع حضرتك، ونحن ما بين الفينة والأخرى ننقل مشاهدينا إلى هذه اللقطات المباشرة من داخل صحن مولانا أبي الأحرار وأخيه قمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليهما، وأجواء إن شاء الله العزاء ما بين الحرمين الشريفين وفي هذين الصحنين المقدسين في ذكرى شهادة مولانا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الجمعة، قضاء الحوائج واستجابة الدعوات من الجميع. طبعا سماحة الشيخ، مع هذا البيان المميز من حضرتك واللي اعتدنا عليه من دائما في حلقاتنا، صراحة كل محور من محاورنا يعني لو أردنا أن نتحدث عنه بتفصيل يأخذ منا الكلام ومأخذه، وإحنا نسابق مع الوقت حتى نستطيع قدر الإمكان أنه نتم أو اليوم الحديث بشكل عام عن الحر الرياحي رضوان الله تعالى عليه، فإن شاء الله نراعي الوقت حتى نستطيع الإتمام. طبعا سماحة الشيخ، بعد ما ذكرت الأمور اللي بديت بها الآن، كما نعلم كل من هو ضليع بالأمور العسكرية بالأمور القتالية، كل من له دراية بظروف الصحراء وكيف يتعامل معها، يتوقف عند موضوعة إصرار الحر الرياحي على أنه ما يعود الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومن معه إلى مدينة جده صلى الله عليه وآله، وأيضا لا يدخل إلى الكوفة، وذكرت حضرتك أثناء الحديث، هذا معناه أن هناك أمر مبهم مدبر له، هذا الأمر مبيت للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو قتله، وكما نعلم هذه النية ما ممكن تكون يعني لم تخفى على الإمام الحسين روحي وأرواحنا جميعا له الفداء. إذن لما استجاب الإمام الحسين عليه السلام لهذا الأمر، وتحت أي مسمى يمكن أن نسمي هذه الاستجابة؟ تفضل. في مقطع هذا الحديث أحاول أن أركز على رواية اتفقت المصادر على نقلها، أن الحسين عليه السلام قال خير لي مصرع وأنا لاقيه. الحسين عليه السلام حينما اختار على أن يكون هو كبش فداء الإسلام في هذا المشروع الرسالي، كان عالما بكل هذه الخطوات، والمسألة المهمة كان عارفا وعالما بأن قرار قتله عليه السلام كان قد صدر من خلال متابعاته إلى قرارات دولة بني أمية آنذاك، لأن يزيد بن معاوية عليه اللعنة والعذاب لم تكن بين يديه خيارات متعددة في مسألة مواجهة الحسين عليه السلام، وهو يعرف الحسين ويعرف مكانة الحسين ويعرف تأثير الحسين في المجتمع الذي يكون فيه، لذلك هو في محطات سابقة أيضا حاول تنفيذ قرار والده معاوية بأن الحسين إما أن يستسلم ويبايع أو أن يقتل. حينما امتنع الحسين عن الاستسلام والمبايعة فكان القرار الآخر وهو القرار الوحيد على أن يقتل الحسين، حاولوا قتله في مكة، حاولوا قتله في مدينة، حاولوا قتله في الطريق إلى كربلاء. الحسين عليه السلام حينما وصل إلى هذه الأراضي العراقية كوفة وكربلاء، الحسين عليه السلام لم يكن مصرا على دخول الكوفة إلا بشرط أن أهل كوفة يستقبلون الحسين عليه السلام بحسب كما ورد في كتبهم ورسائلهم. الموقف حينما وصل الحسين عليه السلام إلى الكوفة كان مختلف تماما عن موقف دخول مسلم مثلا. مسلم حينما دخل الكوفة كانت الأوضاع مختلفة، كانت إدارة الكوفة إدارة هشة، والقبائل كانت تحكم نفسها، وإرادة الحكومة الأموية كانت ضعيفة. أما حينما وصل الحسين عليه السلام فكان الإمكان العسكري والخيار العسكري خيار قوي ومتنفذ في الكوفة، وعبيد الله بن زياد جاء بمشروع مهم وهو مشروع قتل الحسين عليه السلام في العراق. لذلك الحسين عليه السلام لا نقول أنه لم يكن عارفا، لم يكن مثلا واضحا عنده الأمر، مسيرة الحسين إلى كربلاء عشرات المنازل الحسين ينعى نفسه وينعى أصحابه، وولده علي الأكبر حينما يرى في منامه أنه القافلة تسير والمناية تسير إليهم، الحسين عليه السلام أيضا يؤكد هذا الأمر أننا نذهب الآن إلى الشهادة، وكذلك يؤكد على مصرع الفتية في كربلاء. هو يعرف هذه القرارات العسكرية كلها واضحة، لكن الحسين أمام قضية أخرى. القضية المهمة هو القضية المهمة هي المحافظة على الإسلام وعلى بيضة الإسلام
ومحاربة الأفكار المتطرفة والدخيلة التي غزت الواقع الإسلامي وغيرت منهج ودستور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن ذلك متاحا إلا بالدماء التي قدمها الحسين عليه السلام في كربلاء عليه السلام. لو نعود إلى الحر سماحة الشيخ، هل وقف المؤرخون أو المحللون عند موقف الحر رضوان الله تعالى عليه والسبب إصرار على تنفيذ هذه المهمة، خصوصا أنه علم بأن الإمام الحسين إمام مفترض الطاعة وسمع منه الكثير من الإمام الحسين، لكن مع ذلك أصر على تنفيذ المهمة؟ نقول أنه الموضوع متعلق أنه يعني هي مهمة عسكرية ولابد تنفيذها وقائد عسكري، وبالتالي هناك مسافة ما بين معرفته وولاء وما بين تنفيذ هذه المهمة. نقول كانت حقيقة المؤامرة أصلا مخفية عن الحر، هناك سبب معين مثلا جعله يعني يصر على تنفيذ هذه المهمة والتضييق أو محاصرة مثل ما ذكرت الإمام الحسين عليه السلام؟ كل المؤشرات التي بين أيدينا تؤكد على مكانة الحر العشائرية وكذلك مكانته العسكرية، كان بطلا مغوارا، وبطبيعة الفارس العربي أنه لا يقبل التخاذل ولا يقبل الانهزامية، لذلك كان مستعدا لتنفيذ أعلى درجات المخاطر من أجل أن يثبت أنه لا زال هو الحر، ذلك القائد العسكري الذي يمكن أن تثق به الحكومة آنذاك. لذلك في خروجه كان إثباتا لقدرته ومكانته أيضا، لكن المؤشرات التي بين أيدينا أيضا تؤكد على أن الرسائل التي وصلت إلى الحر آنذاك لم تكن واضحة وصريحة على نية القوم في قتال الحسين عليه السلام، لذلك هو في خروجه ومسايرته للحسين وكذلك صلاته خلف الحسين وجلوسه إلى الحسين عليه السلام، كلها مؤشرات تؤكد على أن الحر عليه السلام لم تكن في نيته القطعية هو محاربة الحسين عليه السلام. والدليل الأبرز على مواقف الحر الإيجابية أن ليلة العاشر حينما توقفت مسيرة القوم، أقصد بذلك مسيرة المفاوضات بين معسكر الحسين وبين معسكر عمر بن سعد عليه اللعنة والعذاب، حينما توقفت ووصلت إلى طريق مسدود خاصة بعد لقاء الحسين عليه السلام بعمر بن سعد، هنا بدأ التراجع والانقلاب في نفسية الحر عليه السلام، لذلك توجه إلى عمر بن سعد وبكل جرأة وبكل إقدام: أمقاتل أنت هذا الرجل يا عمر؟ ألا تعرف هذا الرجل؟ وعمر يتحدث عن لغته القبلية المقيتة التي أظهر فيها أولا حقده وعداءه، وثانيا أظهر فيها نفسيته الدنيئة التي تشبثت بملك الري وهذه المطامح الدنيوية. طيب، التي حالت بينه وبين الدين والقيم. سماحة الشيخ، مع كل هذه المعطيات، حتى لو قراءة هكذا قراءة عسكرية للموضوع، ربما هذه الحيلة حتى انطلت على الحر نفسه، كان هذا واضح من قول حتى زهير بن القين في وقتها. نعم، حينما توجه الحر إلى معسكر الحسين عليه السلام، نحن اتفقنا على أنه خرج لتنفيذ أمر عسكري، وهو ماذا؟ وهو أنه دعوة الحسين إلى الاستسلام والمبايعة. نعم. وخيارات حر في هذه المواجهة لم تكن قتالية، وإنما منعه من دخول الكوفة من دون استسلام، منعه من رجوع إلى مكة. فحينما اجتمع مع الحسين عليه السلام وبدأ أن الحسين عليه السلام امتنع، وهذا واقع يليق بالحسين عليه السلام وهو الإمام المعصوم مثل لا يبايع مثله، أنه لا يقبل هذه الإهانة وهذه المبايعة التي لا تليق بأولياء الله سبحانه وتعالى، بقي الخيار الثاني على الحر. وهنا أفاد الدارسون وأهل التاريخ أن التضييق من الحر بدأ في هذه النقطة، أن الحسين عليه السلام بعد أن كشف للحر المراسلات والكتب التي وصلت إلى الحسين عليه السلام طالبة منه أنه أقدم علينا يا ابن رسول الله، حينما تفاجأ الحر بهذه الكتب قال: لا علم لي بها، لأنه واقعا الحر لم يكن ممن كتب إلى الحسين عليه السلام. فالحسين حينما طلب منه أن يعود إلى كربلاء، بدأ هنا الحر يفكر بأن خياراته أو الأوامر التي وصلت إليه هو منع الحسين
من الرجوع إلى مكة، فلم يبقى أمامه إلا الخيار الثالث وهو مسايرة الحسين إلى ما بين مكة والكوفة. أحسنتم سماحة الشيخ، إن شاء الله لنا تتم في الحديث بمعية حضرتك. نذهب الآن إلى هذه اللقطات المباشرة من داخل صحن مولانا أبي الأحرار وأخيه قمر العشيرة عليهم السلام. وكل عينك دمع بس ما بكيتي على عيونك يا زينة حلم مثبوت كل عينك دمع بس ما بكيتي بكيتي جروح طهرت المسافات كل خطوة يسور منبر بنيتي يا هيبة علي دخلت علي زيد خرجت الزليم وتسيديتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتك من حكيتي سفينة هم سريتي بحر لي دموع على ساح المصايب رسيتي على عيونك يا زينة حلم مثبوت كل عينك دمع بس ما بكيتي اسمحي لي يا زينب اسألي اليوم انتي هواي مني تحمليتي السلام على الحسين وعلى آل الحسين. لو أن الإمام الحسين عليه السلام امتنع عن الذهاب مع الحر الرياحي إلى أرض كربلاء، كيف ستكون ملامح واقعة الطف؟ هذا هو المحور العام في حلقتنا لهذا اليوم بمعية الضيف الكريم سماحة الشيخ الدكتور خير الدين الهادي. مرة أخرى حياكم الله وعظم الله أجوركم إن شاء الله. سماحة الشيخ، أعظم الله تعالى أجوركم وأحسن الله لكم العزاء والمواساة. الله يبارك بكم. لما اقترب الحر من قافلة الإمام الحسين عليه السلام من ركبه سأله الإمام عليه السلام عن المهمة التي جاء بها، فأجابه الحر: لقد أمرنا أن نلازمكم ونجعجع بكم حتى ننزلكم على غير ماء ولا حصن أو تدخلوا في حكم يزيد وعبيد الله ابن زياد. هذا الأمر أكيد ضيفنا أخذهم إلى حوارات عديدة وردود أفعال تبين عظيم الأمر الذي جاء به الحر، وهو صريح جدا في هذا القول. هل نستطيع أن نتعرف على هذه الحوارية الدرامية التي دارت وأبعادها؟ تفضلوا. هذه الحوارية وقعت بعد وصول رسالة يزيد بن معاوية أو عبيد الله بن زياد إلى الحسين إلى الحر بن يزيد الرياحي. قطعا المؤشرات عندنا أن الحسين عليه السلام حينما نزل إلى كربلاء في بداية شهر محرم الحرام، الحر طلب منه أمر المبايعة، فحينما امتنع الحسين عليه السلام قال له الحر: إذا نعسكر هنا وأراسل أو أكتب إلى عبيد الله بن زياد، وإن شئت كتبت له أنت أيضا. طبعا هو أعطى بهذه كلمة فسحة للحسين عليه السلام أيضا، وأراد أن يتخلص من مواجهة الحسين كما في المؤشرات عندنا التاريخية. إن شئت يا أبا عبد الله أكتب أنت أيضا إلى عبيد الله ابن زياد أو أكتب إلى يزيد ابن معاوية، لكن الحسين عليه السلام لم يكتب لهما، فكتب الحر وجاءت هذه الرسالة أنه أنزل بالحسين إلى أرض عرات لا ماء ولا كلاء ولا. هذه الرسالة حينما وصلت
بدأ المعسكر بأن يثبت في مقامه وهو في أرض كربلاء أو في ساحة كربلاء. هنا بدأت الخطابات تتحول نحو أو تأخذ منحى آخر وهو منحى الشدة. الحر حينما وصله كتاب يزيد وقرأه على الحسين عليه السلام تأكد رغبة القوم في أن ينزل الحسين إلى مبايعة يزيد بن معاوية آنذاك، فصدر من الحسين عليه السلام هذا المؤشر التاريخي أنه هاجم الحر بقوله، وهذا يليق بالحسين عليه السلام لأنه يأبى الذل ويأبى الإهانة ويأبى هذا اللون من المبايعة، فصدر منه هذه الكلمة التاريخية أنه قال للحر ثكلتك أمك. لكن بعد ذلك بعد رد إيجابي من الحر، الحسين عليه السلام كشف للحر عن المراسلات التي جرت بينه وبين أهل الكوفة آنذاك، وهذه المراسلات هي سبب وصول ومجيء الحسين عليه السلام إلى الكوفة. ومع امتناعهم فالحسين عليه السلام ليس مصرا في دخول الكوفة، وهو على استعداد تام بأن يرجع مع عياله ومع مثلا مجموعته مع أصحابه إلى مكة أو إلى مثلا قبر جده بحسب وصف اللغة التاريخية. ما يلفت نظر الباحثين أيضا هنا أنه السلوك أو التعامل الميداني اليومي بين معسكر الحسين عليه السلام وبين معسكر الحر بن يزيد الرياحي الذي كان في مواجهة الحسين عليه السلام، حينما ظهرت إمارات المعركة أو الاقتتال بين المعسكرين بدأت التدخلات الجانبية. مثلا من أصحاب الحسين عليه السلام زهير كان يتجه باتجاه أنه الآن نبدأ بقتال، وهو أيسر علينا أن ننتظر من الجيوش المتلاحقة التي ستصل إلى كربلاء دعما لقوات الحر. لكن الحسين عليه السلام كعادته وكفطرته السليمة ما كان لنا لنبادرهم إلى القتال. فبقيت هذه المحاورات وهذه الوسائل من المخاطبات إلى أن وصل الجيش واكتمل في اليوم السابع، أنه قيل أنه وصل إلى كربلاء المقدسة وبدأ التضييق رسميا على جيش الحسين حتى وصل إلى ليلة العاشر من محرم الحرام. أحسنتم سماحة الشيخ، ما تبقى لدينا وقت قليل جدا الآن، يعني بإجابات إن شاء الله على وجه يعني على عجالة إن شاء الله. الآن أصبح واضح لي يعني ما يريده الحر ومن معه إلى أن يدفعوا بالحسين إلى أرض لا يعني إلى عراء لا ما فيه ولا خضرة. هذا ما دفع بناصر الإمام الحسين الشهيد زهير ابن القين متحمسا لقتال جيش الحر قبل أن يأتيهم المدد من قوات بني أمية، فقال للحسين عليه السلام إن قتالهم الآن أيسر علينا عن قتالي أو على قتال غيرهم. ماذا كان رد الإمام الحسين عليه السلام حتى أستطيع أنه أستوفي ما تبقى لي؟ قطعا الحسين عليه السلام لم يكن ليبادر القوم بالقتال مهما كان عددهم آنذاك، لأنه نية القوم لم تكن قتالية في حينها. فالحسين عليه السلام لا يبادر إلى قتالهم. نعم كان أهون عليه بحسب المؤشرات العسكرية التي كانت بمنظور القيادات العسكرية. معسكر الحسين آنذاك كان فيه ما يقارب من 500 مقاتل حسب بعض الروايات، ومعسكر الحر بن يزيد الرياحي كان تعداده 1000 مقاتل في منطقة حسم. لذلك كانت رؤية زهير العسكرية أن نبدأ الآن بقتالهم خير لنا من أن ننتظر لأن تلحق الجيوش الأخرى ويكون هناك معسكر كبير. لكن كلمة الحسين وهي واضحة وتنمو وتؤكد أيضا على صفاء ونقاء ومشروعية الحسين عليه السلام، ما يكون لنا أن نبادر القوم ولم يبادروا، يعني أن القوم لم يبادروا إلى القتال، فكيف لنا نحن أن نبادرهم إلى ذلك؟ اقترح زهير ابن القين عليه السلام على الإمام أن يلجأوا إلى منطقة قريبة يبدو فيها بعض ملامح التحصين لمواجهة الجيش الأموي لو مثلا نشبت المعركة. على الرغم من ذلك نزل الإمام مع من كان معه في أرض كربلاء القاحلة. لماذا؟ بدقيقة إذا أمكن لأن ما تبقى وقت. مؤشرات دخول الحسين إلى كربلاء وتحديدا إلى هذه البقعة بحسب المؤشرات عندنا أنها كانت من الحسين عليه السلام. الحسين كان قائدا سياسيا، كان قائدا عسكريا، كان قائدا ميدانيا،
والحسين عليه السلام كان قد قطع أراضي العراق مع والده علي عليه السلام في حروبه المتعددة، وهو عارف بهذه المناطق. لذلك نعم بعض الروايات وردت أنه مثلا اقتراح هذه البقعة كان من الأسديان أو كان من زهير بن القين، لكن المؤشرات عندنا الحقيقية أن الحسين عليه السلام استند إلى الروايات التاريخية في الوصول إلى كربلاء، وكان عالما بما يجري عليه وعلى عياله في هذه البقعة، لذلك اختار هذه البقعة. وقيل أنه كربلاء آنذاك كانت يعني تتوسط مجموعة من التلال الصغيرة، فاستند الحسين عليه السلام في هذه البقعة إلى ما يمكن أن يعبر عنه اليوم بالمخيم الحسيني الذي كان يستند إلى تلة صغيرة، وحاول أن يواجه القوم آنذاك من جهة واحدة لأن لا تنفتح عليه الجهات الكثيرة، والقوم آنذاك هم أبناء القوم الذين كانوا في مواجهة رسول الله، ويعرف الحسين أخلاق القوم أنهم يتجاوزون كل الخطوط الحمراء، ويمكن أن يكون منهم مبادرات باتجاه الأطفال وباتجاه النساء، لذلك حاول أن يواجههم من جهة واحدة. أحسنتم سماحة الشيخ، إحنا نتحدث عن ناصر من أنصار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو الحر الرياحي رضوان الله تعالى عليه، استشهد في نفس المكان والزمان الذي استشهد فيه كل أنصار الإمام، روحي وأرواحنا جميعا لهم الفداء، لكن نجد قبره منفصل، نجد قبره في مكان آخر بعيد عن قبور الشهداء رضوان الله تعالى عليهم. العلة تتفضل بها حضرتك، تفضل. ما يجب أن نلتفت إليه تاريخيا أن المعسكر لا كما يتصوره البعض أنه كان في مثلا 100 متر أو 300 متر، تعداد جيش القوم آنذاك في أقل الروايات أنه كان تعدادهم 30,000 مقاتل في أقل رواية عندنا، إضافة إلى ما كان عليه معسكر الحسين عليه السلام. لذلك المؤشر التاريخي الحسين يذكر ماذا؟ أنه مصرعه سيكون بين النواميس وكربلاء. نواميس اليوم بحسب التاريخ عندنا مرقد الحر عليه السلام يقع في منطقة النواميس، لذلك هي كانت ساحة عسكرية وساحة عراق وقتال آنذاك، والمخيم الحسين الذي كان في هذه البقعة في كربلاء، هذه المساحة كلها كانت ميدانا خصبا للمناورات. وقيل أيضا في بعض المؤشرات التاريخية أنه بعد استشهاد الحر عليه السلام تدخل قومه وعصابته وجماعته وكانوا أقوياء، ومنعوا من أن تداس أضلعه وعظامه بأقدام الخيول الأعوجية التي داست صدر الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين آنذاك، وحالوا بين هذه العملية وأخذوا ابنهم الحر إلى أطراف كربلاء، لكن هو ضمن هذا البقاع الذي ذكره الحسين عليه السلام في رسالته بين النواويس وكربلاء. أحسنتم سماحة الشيخ، نختم الحديث عن الحر الرياحي رضوان الله تعالى عليه بأن نعطف على صولة الحر، على بطولات الحر بعد أن تاب على يد الإمام الحسين عليه السلام، تفضلوا. الحر حينما وقف مخيرا نفسه بين الجنة والنار في لحظة هي الأقوى في تاريخ الحر بن يزيد الرياحي، على الرغم من أنه حينما فاجأه ذلك الرجل قال ما لي أراك، تغيرت ملامح الحر، ارتعد فرائصه، تغير لونه، وقال لو سئلت عن أشجع أهل أشجع الفرسان أو أشجع العربي لما عدوتك، بكل هذه المهابة وهذه الشخصية والإقدام عند الحر، لكن في لحظة الاختيار بدا ضعيفا، لذلك انكسر قلبه ومال إلى الحسين عليه السلام ورجع إلى فطرته السليمة، فجاء مطأطئا رأسه ووقف بين يدي الحسين. الحسين قال له ارفع رأسك، من أنت؟ قال عبر عن نفسي، وقيل أنه ذكر هذه الكلمة، أنا أول خارج عليك، أنا الذي جعجعت عليك في المسير، رجع إلى الكلمة الأولى أيضا هي منقولة في التاريخ، فاستأذن من الحسين لأن يكون أول مقاتل أيضا بين يديه، قاتل قتال الأبطال الحر، وفي بعض الروايات عندنا أن الحر عليه السلام قتل أكثر من 40 فارسا وراجلا من معسكر الأعداء إلى أن أحاطوا به من جميع الجهات، وكثرت عليه النبال والرماح والسهام والسيوف، فحينئذ وقع شهيدا. وفي لحظة شهادته هناك موقف تاريخي يحسب للحر، أنه
توجه إلى الحسين واستغاث بالحسين عليه السلام فقصده الحسين في مصرعه ووقف على رأسه وشهد له أنت حر كما سمتك أمك، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. أحسنتم سماحة الشيخ، كل التقدير لحضرتك، شكرا جزيلا. شكرا لكم كذلك وحياكم الله. الله يبارك بكم. ختام حديثنا، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، في أمان الكريم.